السلام عليكم اخواتي احبابي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. كنشكركم بزاف بزاف على الكومنتات ديالكم الزوينين وكنقول لكم جزاكم الله خيرا. اليوم راني غادي لواحد الريستوران اللي بثمن مناسب، كتشوفوا معايا راه باينه ديال الشينوا اللي عندها الحوت، للناس المعشقين زوشي وداكشي ديال الحوت وداكشي، يعني فيها كلشي والثمن مناسب يا اخوات. كتسوى شي 19 اورو للدخله وفيها تاكلوا اللي بغيتوا، هادشي كامل داخل في الحساب. الا كتشريوا المشروبه يعني ضروري ما تاكلوا تهزوا كاس ديال المونادا يعني ديال كولا ولا ديال شي حاجه، مهم ضروري ما تدخلوا داك الكاس ديال المونادا. والدخله كت 19 اورو والمونادا كتحسب بوحدها، وممكن تلقى مشي 23 اورو ولا مواصلاش. وكيف كتشوفوا معايا عندهم انواع ديال المثلجات عندهم الاشكال وكبيره ما شاء الله. وعندهم هنايا انواع ديال المادلين اللي داخل في الحساب حتى هو داك الثمن، يعني فيها كل شيء. هادشي اللي راه كنوري لكم وكاين عاد ما يتنتكل عاد، عرفتوا فيها كل شيء، كل شيء اللي بغيتوها كاينه. وكاين الحوايج اللي كيكون فيهم جيلاتين حنا كنتجنبوهم ما كناكلوهمش، ولكن اغلبيه عندهم داكشي ديال الخضره. كيف كتشوفوا معايا هادشي كامل ديال الخضره، يعني كتهزوا في التبصيل وكتعطيو لهم باش كيطيبوا لكم. او كاينين الحوايج اللي كيكونوا طايبين بحال هادشي كيداروا هنا خضر البطاطا وهادشي. وكاين عندهم الحوت وفواكه البحر على الاشكال، كيف كتشوفوا معايا الاشكال كاين كلشي عندهم. الحوت ما شاء الله وكتقدروا تشرملوه، كاين عندهم تما الثومه وكاين تما القصفر، يعني ديروا الثومه تزيدوا شويه شويه من الحاجه وديروا الملح وداكشي وتعطيو لهم هما غيطيبوا لكم. وديروا الحامض كيجي رائع، التبصيبين كتخلطوا فيه هادشي وديروا عليه شويه واحد المعلقه ديال الثومه محكوكه عندهم تما، وديروا شويه ديال القصفر كيجي رائع. وهنا كيف كتشوفوا معايا كاين هادشي ديال هذا راه لاكس، هذا اللي كتشوفوا معايا هنايا، وهذا راه كما كتشوفوا فواكه البحر. وهذا الشيء كاين الحوايج اللي كيكون فيهم الدجاج ولا شي حاجه حنا كنتجنبوهم حيت ما مذبوحينش، ولكن كناخذوا مثلا بحال الكامبا مع الخضره، كناخذوا الخضره وصافي. يعني كاين عندهم ما يتنتكل بلا داك الشيء ديال الدجاج وداك الشيء ديال اللحم ديالهم. وكاين بزاف ديال الحوايج اللي مخدومين بالخضره ومخدومين بالحوت، كما كتشوفوا معايا الكرامار مقلي وهذا الشيء ديال الشلايد. عاوتاني كاين انواع كيف كتشوفوا معايا تعمروا التبصيل، وكاين يعني هذا الشيء ديال الديسير كيف كتشوفوا العناب والبنان، تقدروا تهزوا البنان وديروه في داك كيديروا في داك الشوكولات. وهنا كاين الناس اللي كيحبوا الزوشي، شوفوا الانواع دابا كيكملوا كيزيدوا، كل ما كيكمل كيزيدوا طري. عندهم هنايا هادشي كياكلوه مع الزوشي، كيكون هكا كيديروه مع الزوشي. وكاين المهم زوشي اللي طايب. وهنا كيف كتشوفوا معايا انا غادي نهز شويه ديال الكرامات، وهزيت هادو عامرين بالخضره، وهزيت الرز اللي درت عليه اللاكس من فوق، وهزيت واحد الطبسين انا غنعمر. المهم عندهم هادشي زوين، كتعجبني الخضره ديالهم اللي كتكون مشحره كتعجبني. وهذا راه مع الكامبا وداكشي يعني داروا فيه الحوت صافي. ناخذ شويه بطاطا لولدي، يعني تقدروا تقوسوا شحال ما بغيتوا وتاكلوا على خاطركم حاجه مور حاجه. دابا غادي نهز صندوق، خصني ضروري نذوق منهم كاملين، يعني الحاجه اللي فيها الخضره والحاجه اللي ما كتكونش فيها اللحم وداكشي. ناخذ شويه مور شويه، خديت غادي ناكل، ومن بعد عاد غادي نجيب الحوت خضر باش غادي نقلي داكشي وناكل شويه الديسير. نهود شويه بالديسير عاد ندي الحوت نقليه، يعني غير نذوق وصافي. كيف كتشوفوا كاين عندهم هنا اشكال، اي حاجه بغيتوها كاينه عندهم. ولاصوصات كاين عندهم بزاف الانواع ديال اللاصوصات اللي عندهم، كل جهه حاطين فيها لاصوص اختصاصيه ديال هذيك الحاجه. وهذا الشيء عاوتاني كيديروه مع الحوت الخضر، يعني تهزوا تقدروا تهزوا الخضره هكا شويه 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 وتهزوا الحوت الخضر وتعطيو لهم.
وكان عندهم تما الثومه والقزبر وداكشي ديال الفلفله حاره، يعني تشرملوا داك الحوت تحطوا في الطبسي شويه شويه، فاش كتعطيوهم كيخرج زعما لذيذ داك الحوت الا شرملتوه قبل ما تعطيوهم. شوفوا معايا ما شاء الله اللهم بارك، كان يعني عندهم بزاف ديال الاشكال. هذا كيعجب لي، كنحمق عليه فاش كيكون مع الثومه هكا، كنكثر شويه ديال الثومه بحال اللي كنشرملو وكنعطيه لهم باش كيطيبوه، كيخرج رائع وفرجة ممتعة. كنتمنى الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم، راه فيه بزاف بزاف ما نوريلكم، فرجة ممتعة يا اخوات. وكنتمنى من الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يكون مغلوب عشينها بالمقلوب، حتى لينا غنصبر وراني كل نهار نقول جوني مرويا مخبون سهران الليل 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 ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل داوي جحي يا ليل ويا ليلي يا ليل فجهمي يا ليل وسي دمعي يا ليل ويا ليلي. شاليل بليتيني بالتخمام نتمشى وسط ظلام مسافر بلا قنديل مهدود الحيل نعفر في ليام طريقي مليه رسام يا ويلي ويلي يا ويل خايف نقول عيت وانا يا عاد بديت وياه مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل داوي جحي يا ليل ويا ليلي يا ليل فجهمي يا ليل وسي دمعي يا ليل ويا ليلي. مثل القدر وتصرف المكتوب ويعلم الغيوب راه الحال مكدر، شكون اختار في الدنيا يكون مغلوب عشينها بالشليل بليتيني بالتخمام نتمشى وسط ظلام مسافر بلا قنديل مهدود الحيل نعفر في ليام طريقي مليه رسام يا ويلي ويلي يا ويل خايف نقول عيت وانا يا عاد بديت وياه مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل داوي جحي يا ليل ويا ليلي يا ليل فجهمي وسي دمعي يا ليل ويا ليلي. حكمة القدر وتصرف المكتوب ويعلم الغيوب راه الحال مكدر، شكون اختار في الدنيا يكون مغلوب عشينها بالمقلوب حتى لينا غنصبر وراني كل نهار نقول جوني مرويا مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل داوي جحي يا ليل ويا ليلي يا ليل فجهمي يا ليل وسي دمعي يا ليل ويا
شليل بليتيني بالتخمام نتمشى وسط ظلام مسافر بلا قنديل مهدود الحيل نعفر في ليام طريقي مليه رسام يا ويلي ويلي يا ويلي.